صحيحين و وداك كلشي. تحياتي لكم الخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد. كما كتشوفوا الموضوع ديال اليوم الخوت غيكون شويه سبيسيال، لان الموضوع هذا حتى واحد ما تطرق ليه، وغادي نهضروا على النساء المنكوبات في الزلزال والنساء اللي شاركوا في عمليه الانقاذ، لا صحفيات ولا اللي في الهلال الاحمر المغربي ولا اللي في الجيش المغربي ولا نساء جمعويات، نساء اللي كيطيبوا، المهم كاع اللي شاركوا لا من بعيد ولا من قريب. المهم المرأة المغربية من قديم الزمان دائما كتكون مشاركة في الصعاب، في أي حاجة كتكون صعيبة كتلقى المرأة المغربية هي واقفة حديدة. لذلك الخوت ما نطولش عليكم، غادي نمشيو نشوفوا النساء المنكوبات، هما الأولين غنبداو بهم، النساء اللي جبدوا من تحت الإنقاذ، النساء اللي جاوب عجوبة من الموت، النساء اللي كيعانيو في صمت بلا زلزال، كيعيشوا أرابيل، كيموتوا من الازواج ديالهم وتيبقاو كيكبروا الوليدات ديالهم، كيبقاو يضحيو بزاف ديال الحوايج، لان هادو منكوبين ضيجه، فهمتي؟ باش المراه كيموت الراجل اللي خلى عندها واحد اربعه الوليدات وفي منطقه نائيه وما كاين لا مدخول لا باش تعيشهم لا والو، كتربي الدجاجات ونهار السوق كدير بيضات تبيعهم، ومهم كتلقط من هنا وتلقط من هنا وكتكبر الوليدات. والغريب الخوت كاين اللي كتقري ولادها من والو من والو، ولادها تيقراو وكيقدر يطلع شي واحد وكينقذ العائله كامله. لذلك الخوت ما نطولش عليكم، غنمشيو نشوفوا اول لقطه. كيف بعينك كلشي راه المنازل رايبه، كلشي كلشي يعني الناس متشردين، الحاله الماديه ما كايناش، الناس ضعفاء، الناس على قد الحال، الساكنه على قد الحال، طلبوا من الله الحمد لله على كل حال. الحمد لله والشكر لله على القضاء، ما عندنا ما نديرو، وهذه هذا الشيء بحال امتحان من عند الله، جمعنا كل شيء باش نضامنه. كنا واحد الفتره متفرقين حنا بحال المسكين، دابا بحال كل شيء كل شيء ولا بحال بحال، كاين اللي لاباس عليه، كاين اللي ما عندوش، كاين اللي دابا كنطيبوا الغداء، كنديروا الناس الغداء باش يتغداو، الناس ما واكلين ما شاربين، قاتلهم الخلعه، الناس متضرين ماديا ومعنويا. سبحان الله العظيم الخوت، ولكن كتبقى واحد الحاله عجيبه وغريبه اللي طرقوا لها كاع القنوات وبقاو كيحلوا ويناقشوا شي حاجه. سبحان الله العظيم الخوت، والله نخليكم مع واحد الشهاده حيه ديال واحد المراه مسنه، عرفتي جبدوها بواحد الاعجوبه من تحت الركام، وهي هي اللي كتكلم دابا وغادا تهضر، هي اللي غتعاود لكم شنو وقع. سمعوا سمعوا. انت ما عرضها لا حول ولا قوه الا بالله. من تحت عاملين جبدوني انت انت خرجوش من تحت؟ انا اللي خرجتها، انا جات بي اعجوبه. الله اكبر. خرجت ليها راسها. ايوه وانا نكوتها باش نمشي نعتق الاخرين، وهي كتغوت تلك راه ما باغياش انت تدخل. وجلست انت اربع ساعات. اربع ساعات عدنا العشره تلت ونص. علاش خليناها اربع ساعات؟ بينا لها راسها. ايوه ملي شفناها كتنفس كتهضر. تمام خليناها. ايوه مشينا للاخرين. الله اكبر. ولا قابلناها غير بوحدها. حبينا تشوفي بها يموتوا. كان قرا غير حياه الكرسي اللي بقات في عقلي. الله تا كملتها تا جبدوني عاد ديك الرجل مشات ليا هوك، وهذه مشات هوك وطاح ليا الفوندو. الله يسلمك. الفوندو اللي طاح ليا هو اللي هرس ليا رجلي. كلشي البهاي مشات. البهاي وين؟ 20 دجاجه. 20 دجاجه داخل. 20 دجاجه مشات لها الحرب. صابرين على ما كتب علينا الله ولدي. ونعم بالله. حمدنا الله وشكرنا بعد طول العمر. الحمد لله. كاينه الثلاجه تما، كاينه الماكينه الصابون، كاينين المخاد، كاينين الطلانط، كاينين الكواش، كاينين المعن. 72000 ريال اللي جابوا البنات. الله اكبر. خدامين الخير 70000 ريال وشراو الجديده، كلشي ديك الكوزينات مشات رانا مغبرين لواحد. الله ما كاينينش. طلعوا طفوا بعينيكم راه مغبرين، واقيلا دخلوا الله في البيت. ما كاينين، واقيلا حتى كسرونا باش نديروا رغمات الحريره. مغبرين لواحد. كي جاتكم القصه الخوت، وهذه راه شويه، دابا غنوريكم واحد الدريه باقا صغيره، حتى هي جبدوها من الموت، حتى هي تقريبا شي اربعه السوايع طايحين على جوج دالات، داله ديال البرومين وداله ديال الدوزيام، شوفوا معايا. انا مشاهدينا الكرام مع احد يعني الناجيات ربما. صحابي واحد القضيه باش نتفاهموا، هذا راه مراسل ديالي انا، انا مصيفطو تما باش ينقل لي الاحداث ويصيفط ليا، راه مراسل عندي خدام عندي، قول لهم احكي لهم اشرح لهم داك الشيء كيفاش البلان، يلاه سربي راسك.
من الزلزال الذي ضرب نواحي مدينة سرودانت لطيفة، يعني فتاة ربما كانت في منزلهم وبعد يعني الهزة الأرضية بقيت تحت الأنقاض وتم إنقاذها من بعد. لطيفة عودي لنا هذه الحكاية ربما المؤلمة اللي عشتها. من يحسن فين كنتينا عشاء؟ كنت باغا نخرج صافي وكنت باغا نحل الباب صافي تلقيت راسي تحت التراب. ما عرفتيش شنو وقع؟ لا من بعد ما جبدوك عاد عرفتي باللي كان زلزال انت جا الزلزال لقيت راسك من تحت الانقاض وشفنا الخدوش يعني على الوجه ديالك تاثرتي شنو طاح عليك بالضبط باش حسيتي؟ السقف ديال البيت جوج طاج وطاح على السقف الثاني على جوج طاج. كنتي ناعسه لطيفه ولا كنتي؟ كنت باغا نخرج من البيت. باغا تخرجي من البيت صافي وطاحت عليا صافي. شحال دوزتي يا لطيفه من تحت الانقاض؟ تقريبا شي ساعه ولا ساعتين. شي ساعتين ما ديتيش شي 4 ولا اكثر. وصفي لينا لطيفه الاحساس ديالك كنتي من تحت الانقاض وداك 4 السوايع كيفاش دوزتيهم؟ واحد شويه صافي وصفي لينا شويه. سير الناس صديق الناس حسيت بسميتو تنفس عندي اكسجين قليل و والخوف والخلعه وشحال من حاجه. شنو كنتي كتقولي في ذاك اللحظات؟ امتى غادي يجيو ينقضوني؟ الله هو اللي حيد لها شويه ديال الطئب على راسها وعاد بانت بانها عاد بانت باللي باقا حيد. هذا باش جينا ديك الساعه بدينا ما كاينين الدراري ما مشاش للطبيب؟ لا جاو الناس ديال سميتو هنايا داو مشات فعلا مشات للسبيطار مشات لا لا ما عندها الكسور شوف الطاحيه بالفعل في الاب ديالها الاب ديالها تقرب دوي لينا قرب لعندنا دوي لينا كيفاش البنت ديالك يعني وتحت الانقاض باش شعرتي انت كاب وحنا كنعرفوا الحرقه ديال الابوه ديال الاب. هاد السيد كان بحاله هيستيريه ما كتصورش يعني حاله هيستيريه ما كتصورش ما كتصورش هذيك الحاله فوقاش تفاجات عليك حتى صافي حتى جبدات اياه صافي كنتسطى صافي هذا بعدا صافي مشى صافي كان غوص ديالو ما سوالو لطيفه كنقول لطيفه صافي الحمد لله من بعد سمي الانقاذ ديالها الحمد لله الله يجزيكم مرحبا لله الله يجزيكم بخير نشكركم لا شكرا على واجبي اخي العزيز لذلك الخوت هاد الناس هادو يستحقوا اي حاجه وحق الله العظيم الخوت شوف سبحان الله العظيم الازمه اللي واقع عليهم وشو بنته ومرته في السبيطار وباقي تيقول للصحافي الله يرحم له كيبان لك انسان درويش صح ناس بوسطاء ناس دراوش الناس هادو يستحقوا اي حاجه لذلك الخوت الزلزال راه فيه منافع كبيره لان كل ما جاش الزلزال ما كان حتى واحد غيشوفهم حتى واحد ما غيعرفهم ولذلك الخوت نبغي نوصل نبلغ واحد التحيه رجال الوقايه المدنيه نساء الوقايه المدنيه نساء ديال الجيش رجال ديال الجيش عرفتي الدوله دارت لهم واحد مستشفى ميداني تم عندهم تحسن من ميريزكو وها بيني وبينكم كما كان الزلزال دابا هذوك الناس ديال هذيك القبيله غيمشيو على الطبيب حتى والله الا شافوه وانت فين غيمشيو ها هو مشى على الطبيب غيمشيو واحد شواف هذاك الطب اللي كيكونوا في الفيلاجات كيزمم لك وصافي تما دابا ردوا لهم هذوك البروفيسورات الواعرين عرفتي شنو الجيش راه كيكونوا بهذوك العلماء الواعرين لما يريزكو دابا ملي كيحيروا في شي عمليه راه كيجيبوا طبيب عسكري كيكون هما ذوك الواعرين هما كاينين على العسكر جابوهم ليهم تم دابا كيدخل الانسان كيعالج عرفتي جميع التخصصات انتم غتشوفوا معايا اول كاين عندي صحفية تيتم هاي مراسلة اعطيهم قول لي مشكل هذا المستشفى العسكري الميداني الطب الجراحي هذا المستشفى الميداني هناك كذلك مستشفى آخر في ترودانت التي تبعد تقريبا 180 كيلومتر عن منطقة أسني حيث نحن نتواجد ولكن 180 كيلومتر يمكن أن نستغرق 4 ساعات للوصول إلى هناك لأنه المكان طريق وعرة وبالتالي تأخذ هذه المساحة أكثر أو المسافة أكثر وقت. المستشفى الميداني في أسني تشرف عليه القوات المسلحة المغربية وتوفر مجموعة من الخيام. خلينا نفهم كيف تتم العملية. يصل المصابون بسيارات الإسعاف هذه تستقبلهم
عناصر من القوات المسلحة المغربية، هناك مختصون من كل طبعا هناك مختصون هنا توفرهم القوات المسلحة المغربية حتى يتم أولا التشخيص، ومن ثم يتم طبعا أخذ المعلومات عن المصاب لأنه هناك من فقد بعضا من عائلته، وبالتالي إعطاء كذلك معلومات كهذا يمكن أن تكون مفيدة لبعض الجهات حتى يتم معرفة من فقد وأين فقد كيف ستتعامل الجهات المعنية مع هذا الموضوع. على امتداد كل هذه المخيمات هي إجراءات طبعا طبية، تشخيص، ومن ثم الوصول إلى هذه النقطة حيث تقديم العلاج اللازم وكذلك الدواء. ولكن هذا المستشفى الميداني وأيضا المستشفى الميداني في تارودانت التي كنا نتحدث عنه توفر كذلك إمكانية تدخل جراحي مستعجل قبل أن ترسل القوات المسلحة المغربية الحالات الصعبة إلى مستشفيات أخرى، ولكن هذه المستشفيات الميدانية كذلك توفر مثل هكذا خدمات. حتى الآن نحن نتحدث عن عدد إصابات تخطى 5500 وعن عدد وفيات قدرت وزارة الداخلية ب2901 وهي تحينه كل يوم. ريمبو جمرة من المستشفى العسكري الميداني في أصني. شكرا اختي ريم على التقرير الرائع. وعلى فكرة الخوت هذه راه مراسلتي عندي فلسطينية قريب أبو جمرة. شكرا اختي ريم أبو جمرة على التقرير الرائع. الخوت ما غاديش نبقاو في المستشفى الميداني وغادي نمشي والأمز ميز كاين واحد المخيم، هو ماشي مخيم هو مدينة فيه كلش، عرفتي شنو؟ مقابلين الدريات ديال الجيش والدريات ديال الهلال الاحمر، دريات جمعويات، ونشطوا لي القضيه وحطوا لي الماكله، ومهم ضحكوا لي دوك الناس منكوبين خالقين واحد الجو، نساء ورجال. شوفوا معايا الحمد لله فضل الله وسيدنا الله ينصره والقوات المسلحة الملكية وبنات المصالح الاجتماعية تاهما خدامين والطيب كل شيء كاين الحمد لله، كل شيء كل شيء كل شيء ما خاصهم حتى حاجة. هاد الناس ارتاحوا تنفسيتهم ارتاحت، يعني الحمد لله كل شيء كاين، كل شيء موجود، كل شيء الناس ارتاحوا رغم كاع داكشي اللي داز عليهم. الناس مسكر راها ماتت، الناس راها مهرسة، الناس راها في الإنعاش، منهم خالي مسكين راه في الإنعاش تيموت، منهم بنات خالتي تاهما راهم حالتهم في السبيطارات. ورغم ذلك تنحمد الله وتنشكرو فضل الله وسيدنا الله ينصروا هاد الناس مساكن راهم الحمد لله نفسيتهم شويه ارتاحت تنعيشوا بخير الحمد لله. هاد المخيم العسكري بخير وعلى خير تنعيشوا بخير، الناس كلها واكله شاربه، تيجيبوا لكم الفطور يجيبوا الغدا يجيبوا العشاء، كاين الطبيب كاين كل شيء. كي جاكم المخيم الخوت العربه ماشي مخيم هذا راه مدينه، ولكن خصو يشمل جميع المناطق، ما يكونش عارف امزميز يكون كاع حتى في المناطق الاخرى يديروا فيها مخيمات ويحاولوا يخرجوا الناس من هذاك العالم ديال او يخمم بنادم ويبقى يفكر وطريق ديه وطريق جيبو
حاولوا يديروا لهم واحد لامبيونس، يعملوا لهم واحد الجو ويخلقوا، وراه مزيان يتجمعوا مع بعضياتهم اللي شحال ما تجمعوا، كل واحد من قبيله كل واحد من مدينه، ويتلاقاو ويديروا عائلات جداد ويتعارفوا على بعضياتهم، هادشي كله فيه خير. لذلك الخوت غنكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو، اللي ما اشتركش يدير اشتراك باش يقولوا يوصلوا الاشعارات، خلوا لنا كومونتيرات، كثروا لنا من لايك، وتهلاو على براسكم.